هلا شايف شو في فوق؟ ظاهر اللي ينزلون هم مدربين او شيء، لانه ينزلون بسرعه صاروخيه كذا. ايش اللي حطيت نفسي فيه ما نعرف. فكان اعمل ريجستريشن اول شيء، واستقبلونا ما شاء الله باول حاجه، قالوا تعال وقع هذه الفورمه عشان لا قدر الله فقست من فوق ما تحاسبنا. هو انا اساسا بقدر اقوم احاسبك؟ انا مفقس يا ابني طايع في الارض. Hello guys. Hello man, how are you? Good, doing great. Nice to meet you. Hello sir. Hi. Welcome here today, great weather. Yeah, it's amazing man. So the first thing we're going to do is we're going to put the harnesses on. So you guys are going to jump with an instructor. And that instructor has a lot of experience, thousands and thousands of jumps, maybe 10,000 jumps. 10,000 jumps with 50 fails only. Huh? 50 fails? Come on, man, I'm going, man. What? 50 fails? Come on, let's do it. 50 fails? يعني 50 مرة فشل. معقول يكون عبدالله؟ معقول يكون فشل؟ يعني ما كان مات لو فشل. لو أنا كان عندي شوية خوف، بس وجود عبدالله حدي جبرني أن أنسى كل الخوف تبعي وركز بس على طريقة كيف بدي اضحك وعمل ضروب بعبدالله. We do 30,000 jumps a year here at Skydive Dubai. And fails? Zero. Zero fails. I okay. hope that ski stay zero even after I jump, still zero. So let's do this. أنا أساساً ماني مرتاح، لكن أدور أي بصيص أمل يعطيني إنه يطمنوني أنا على الأقل. So the first thing we do, I'm going to ask you to keep pushing forward. Quiet. ما حد يشوفني. عبدالله خليك جنبي، تعال. أنا بتفرج. تعال لعندي. معك الاستراكتر طيب. He might leave. I'm sure that he might just change okay. his mind. Yeah. Let me adjust your leg strap. Face me here a little bit. Yeah. Turn left. It's all good. All good. لا أنا فل أنا إيش كلام هذا وبعندي أنا. طيب. مع كل معلومات سلامة أنا ما زال في راسي فكرة إنه هذا الباراشوت يصير فيه خلل. طيب. خلاص أشوف خلاص أشوف خلاص كيف خلاص. دينجر مكتوب حتى عليها دينجر. دينجر. Can we turn خطر. This around? No, not danger, no danger, no danger. I'm going to give you a briefing. Yes. Okay? Yes. So for the jump, very simple. We are going to get into the plane together. You are going to enjoy the flight, which is going to take 10, 12 minutes. Okay. And once we get to the top, full altitude, which is 13,000 feet, and the door opens up, guess what? Guess what? It's time to jump, okay? Ready, set, go. When we jump, keep your hands on the harness. Wait for a double tap. Open your arms, smile, and smile. Look at the camera. طلعنا أنا وعبد الله، وأنا كنت مبسوط إنه رجعت أقنعته لعبد الله إنه نعمل هذا الشيء سوا. حاولت أهرب أكثر من مرة. So this is our aircraft here at Skydive Dubai. It's called the Twin Otter. It's a twin engine aircraft, 750 horsepower on each engine. Load capacity 20 jumpers. يلا. Let's go. عبد الله يعني إذا بهاللحظة هيدي كلها وهالقد الخوف، طب كيف وقتها يفتح باب الطيارة أنت على علو 4 كيلومتر؟ أنا شوي خايف، مش معقول يعني، أنا عادة بحب أتحكم بكل شيء بحياتي. لا هلا في شخص هو وراي هو راح يتحكم فيي. قاعد احاول انه اقول معلش يا عبد الله هذا الوقت اللي ممكن ان انت تتجاوز هذه الفوبيا. وصلنا على البوينت اللي عرفنا انه خلص هيدي هي النقطه اللي رح نوقف ينفتح الباب وننط من الطياره. اللحظه يلي بدي نط منها من الطياره هيدي من افزع لحظات بحياتي. من فوق عم بقدر شوف اكيد بكل دبي، كل ثانيه عم بتزيد سرعتي اكثر، عم نوصل تقريبا لحدود ال 200-220 كيلومتر بالساعه. انا هنا الصراع اللي داخلي اللي راح له هو صراع ولا حاجه، ابغى انزل. خايف في أول 10 ثواني بعدين زال الخوف هذا. جاني نوع من الهدوء والطمأنينة. الفضاء اللي حوالي الحرية اللي أنا عايشها ضغط جدا على أي شيء كان يخوف. مع
من أروع الدقائق اللي عشتها بحياتي. فجأة فتحت الباراشوت، كيف كأنه واحد عمل أقوى بريك بالعالم مع أكبر ABS يمكن موجود، ودغري أنا خلاص بدي أوقف. أول شيء إجا عبالي وقتها هديت سرعتنا، بدي أعرف إذا عبد الله فائد الوعي، عبد الله واعي، عبد الله عم بصرخ. عبدو! عبدو! أول ما فتح الباراشوت عشت أسوأ 5 دقائق في حياتي، بس المدرب عرض علي إنه أنا أتحكم في الباراشوت، قلت له معاك دقيقتين نزل لي تحت. كثير حبيت وقت الانستراكتور أعطاني الثقة وطلب مني إنه أنا أتهدى بالباراشوت وأتحكم فيها، طبعاً علمني كيف، وخليني أنا شخصياً أقدر أعمل فيها دونت بسرعة كثير قوية. Wow. Is the skydiving same as drifting and racing? It's better, man. The adrenaline that you have here at the rush, it's just amazing. أول ما نزلت على الأرض خلاص كنت في حالة نفسية يرثى لها.